هل يجوز إلقاء السلام على اتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له، وهل يجوز هجرهم؟ أول شيء يجب نحدد البدعة ما هي، لأن الناس كثير من طلاب من المنتسبين لطلب العلم الآن كل من خالفهم بشيء قالوا أنت مبتدع، لأنهم ما يعرفون ما هي البدعة. لازم نحدد البدعة، لأن كثيرا من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدع على أشياء ليست بدع، وكل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع، هذا ما يصلح ولا يجوز. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه، إحداث شيء في الدين لم يكن منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يحدث في الدين عبادة ليست لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذه هي البدعة. فمن كان كذلك فهو مبتدع، والمبتدع تجب مناصحته، تجب مناصحته ودعوته إلى الله، تخويفه بالله. وإذا كان عليه التباس أو اشتباه يبين له الحق، إذا كان ما ظهر له شيء فيبين له الحق وتقام عليه الأدلة، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون مبتدعا، يجب هجره والتحذير منه والابتعاد عنه. وكل من وافق على بدعته وصار تابعا له ولم ينتصح ولم يتركه فإنه يهجر مثله، لأن من وافق المبتدع ورضي ببدعته فهو مبتدع مثله، فيهجر كما يهجر المبتدع. نعم.